ايام عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده ما كنتش هصور فلوج، بس حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا اصور فلوج وانا دلوقتي عند ستي، فان شاء الله نصور فلوج حلو يعجبكم. للاسف يا شباب النهارده فلوج النهارده مش مرتبين له ولا عاملين في اي حاجه. احنا عملناه تلقائي، عملناه فلوج تلقائي، فلوج 11 عملناه، فلوج يعني اللي هو مش مترتب، يعني اللي هو زي العيد اللي فات وكده، يعتبر إعادة العيد اللي فات أو نفس يعني غيب ليه، يعتبر إعادة. فعادي بقى نحاول نجدد بأي طريقة عشان نسولوكم في الفلوج. أنا بتأسف لكل الناس عشان أنا معرفتش أصور فلوج أول يوم عيد. كانت المشكلة، كان نفسي أصور فلوج في أول يوم عيد، فلوج كبير جامد. فأول يوم عيد هعود لكم النهاردة، أول مرة أعمل فلوج على يومين، وكمان أول يوم عيد وتاني يوم عيد، فإن شاء الله نحاول نعمل لكم حاجة حلوة في الفلوج. دلوقتي هنادي على حمزة عشان نبدأ يومنا. الساعة دلوقتي 1:15، وأنا دلوقتي هنادي على حمزة عشان ننزل نبدأ اليوم إن شاء الله. المشكلة اللي انا كنت تعبان جدا ومعرفتش اصور فلوج في اول يوم عيد، واخويا حتى حاولنا نفكر ان احنا نروح في مكان لكن ما عرفناش. يعني حاولنا ان احنا نروح في مكان جديد، بس احنا مش من عادتنا ان احنا نروح يعني جناين او نتفسح في اول يوم عيد وتاني يوم عيد وتلات يوم عيد. ما بنحبش احنا خالص نروح في الايام دي، اول تلات ايام عيد ما نحبش ابدا نتفسح فيهم. معانا دلوقتي وجه جديد لسه اول مره يطلع معانا في فلوج، يوسف. سنة طيبة يا يوسف. طيب، كل سنة وانتم طيبين كلكم، عام سعيد عليكم. معانا عبد الرحمن وانس وحمزة وناناوي. الناناوي دي عليكم. والله بنلعب كوره الان. ريت اللي بيشوف الفلوج دلوقتي يدوس لايك وسبسكرايب للقناه، وعايزين نوصل 2000 مشترك. مش عارف هنوصل امتى 2000 مشترك، يعني لازم نوصل يا جدعان قريب 2000 مشترك. يا ابو حمز الله وانس دي مين كده. هناكل، كنا نلعب كوره بس لان الجو حر قوي، فشويه كده حمزه وانس هيروحوا يجيبوا لنا الاكل. لا لا، محمد محسن يا جدعان جه. مفاجاه، لا صراحه مفاجاه في الفلوج يا محمد. يا سلام، الحمد لله يا اسطى، اتفاجئتنا بجد والله. الفلوج خلص، معلش لو الفلوج قصير شوية، بس كده كان معكم بي فيديو سنة. I tried to go away. I tried to forget about you.